تواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، تواصل أشواطنا، مستمر انطلاقات هذا الصباح الجميل مع سن اللقاية في تحفة الميادين في المرموم. ينطلق في هذه اللحظات شوطنا العاشر في صباح هذا اليوم في مع الأبكار. اللقاية المهجنات تنطلق حاملة كذلك تحدي وناموس جميل في هذا الميدان. تتصدر المجموعة وتقود المشاركات الشاهينية، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد، بينما ننطلق مع المركز الثاني العنود من تاتي في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، بينما الكورة على ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن عبيد الحميري يتولى تضميره، هناك سلام من الجانب الآخر تنطلق بقوة، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. أحمد بن سلطان بن رشيد يتابع تضميرها، بينما المركز الرابع في رابع المراكز اللي هي المسك، تعود ملكيتها لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن محمد بن حزيم هي اللي تنطلق على المركز الخامس، بينما سادس المراكز مشاهدينا الأعزاء تندفع فيها الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. مطر بن سيف بن لاحج الهاجري يضمرها، بينما المركز السابع هناك الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ حمدان. هذا الصباح الـ400 متر الأخيرة التهنئة هناك نزفها لأبو راشد دائما لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذا الأداء الجميل وعلى فوز الشاهينية في هذا الشوط وانفرادها عن المشاركات بدون منافس على الإطلاق. يا سلام، هذه لحظات الوصول، هذه لحظات الناموس بدون أي أوامر، عرض تلقائي. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز وعلى هذا الأداء اللي تقدمه الشاهينية. مشكور محمد بن سعيد بن مروشد على هذه المتابعة، بينما بشاير وصلت في المركز الثاني من هجن العاصفة، والمركز الثالث وصلت في سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع العنود من هجن العاصفة، والمركز الخامس اللي هي الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كان مسار هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط الجميل. العودة إلى التوقيت الزمني، وهذه الشاهينية قدمت أداء جميل وقطعت المسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 13 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لمحمد بن سعيد بن مروشد، بينما وصلت في المركز الثاني بشاير قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها بنشوف